وسألتك على الراجل ده. أيوة فاكر. قلت لي بينزل هنا كل فترة هو مراته صح؟ أيوة. دي مراته؟ لا مش هي. يا ست اتأكدي كويس، بص يمكن تكون هي. يا باشا والله أنا متأكدة مش هي خالص. طب شفت دي قبل كده؟ أيوة هي دي حضرتك، هي دي مراته. هي دي مراته؟ بص كويس انت متأكدة؟ أيوة يا باشا هي دي مراته اللي كانت دايماً بتيجي معاه هنا. عبد الرحمن انت فين؟ بقالي ساعة بكلمك. بقول لك ايه؟ انا تقريبا كده لقيت رابط من كل الضحايا. عبد الرحمن انت سامعني ولا ايه؟ ساكت ليه؟ طيب ايه روابط ايه اللي حضرتك بتقولي عليها دلوقتي؟ حضرتك متهم بقتل بكومي وعادل بيه اخد القوات وطلع على بيت حضرتك دلوقتي.